دي اهم واحلى ايزي 350 ممكن تشتريها. مرحبا، انا حمد طاهر ويا هلا فيكم في قناتي. بلا إشاية بلا يتشل ييزي 350 زيبرا. ييزي 350 V2 الزيبرا هي the most iconic ييزي، يعني أول ما تسمع ييزي يجي في بالك ده اللون. الشوز سووا ريستوك أكثر من 7 مرات، ريستوك يعني عدد بيع، اتباعت أول مرة بسعر وصل $900، واتباعت المرة الثانية وغلقت كميتها من السوق. سعرها تقريبا $220 يعني 850 ريال، بس هنا بتتباع في السعودية من 1000 ل 1100 ريال من غير الضريبة. البوكس عادي زي بوكس اي ايزي، من فوق مكتوب رقم الشوز اللي هو 350، من الجنب مكتوب ايزي بوست 350، ولون الشوز اللي هو وايت وريد وبلاك، وطبعا السايز حق الشوز. رايي في الزيبرا، وعارف في ناس كثير ممكن تختلف معايا، انا اشوف لو ما عندك ايزي وحابب تشتري بس واحده تاخذ الزيبرا. بالنسبه للون انا اشوفه مره جيد ويمشي مع كل شيء، وما تقيدك بالوان معينه في اللبس. مشاكل الزيبرا انه في تقليد منها مره كثير وصعب انك تفرق بينها وبين الاصليه. انا حاول اسوي لكم حلقه كيف تفرق بين الايزي الاصليه والتقليد. طيب يا جماعة، هذا شكلها من التوب. طبعا الزيبر ما فيها اي ريفلكتيف، لا الليس ولا نفس الشوز، هذه بس الثلاث الخطوط هي اللي فيها ريفلكتيف اللي هي العاكس لما يجي عليها النور تعكس. بالنسبة للإصدارات القديمة بعضها يكون فيه الليس اللي هو الرباط، وبعضها كلها يكون ريفلكتيف زائد هذه ثلاثة خطوط. من الأشياء اللي حلوة فيها هذه الكتابة اللي بالأحمر مرة جيدة، وهذه الخطوط شوف كيف مرة جيدة بصراحة. ميزة تانية فيها هذه المسكتين اللي من ورا، يعني تديها شكل حلو غير الإصدارات القديمة أو الجديدة هذه اللي ما فيها مسكات. بالنسبة للناس اللي تيجي عليهم ضيقة ممكن إنك أنت تشيل هذا الإنسول وتلبسها تيجي مقاسك.
الله يكون عجبكم الريفيو. وزي ما قلت لكم اللي ما عنده ييزي انصح ياخذ الزيبرا. اكتبوا لي في الكومنت تبغون اسوي ريفيو على اي تشوز. ويلا تيك كير. كني في مشهد اخبار قال انه هيصير لها ريستوك, بس اتضح انه الخبر هيصير. انا اشتريتها بسعر $220. بس بالله $220؟ انا اشتريتها اونلاين. رايي في الزيبرا. عارفه افصل. بالنسبه للون انا اشوفه مره جيد ويمشي مع كل شيء وما يقيدك بلون معين. ايش بك؟